لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بكم سيدي. تحية لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أستاذ نظير، كيف يمكن قراءة المطلب الجديد الذي تحدثت عنه اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين، والتي تحدثت بأنه سيكون المطلب المقبل حل البرلمان؟ يعني حقيقة هذا المطلب كان يفترض أن يكون منذ بداية التظاهرات، ذلك لأن كل الفساد الذي خرج من أجله المتظاهرين وكل يعني الحالة المأساوية التي يعيشها العراق بسبب هذا النظام السياسي هو متمثل في الأحزاب التي تمسك السلطة، والأحزاب التي تمسك السلطة هي متمثلة في البرلمان العراقي. وبحكم أنه النظام الحالي هو نظام برلماني، فكل الحكومات الفاسدة هي خرجت من رحم هذا البرلمان. لذلك المطلب بحل البرلمان هو أحد المطالب المهمة التي يجب أن يصر المتظاهرين على يعني نضالهم من أجله والمطالبة بحله. في الحديث عن حل البرلمان كان أيضا حديث عن طرح أسماء بديلة لعلاوي، ومن بينها أسماء معروفة بمشاركتها في العملية السياسية. لماذا برأيكم الإصرار على شخصيات من قلب العملية السياسية وعدم الاعتماد على شخصيات مستقلة؟ يعني على ما يبدو أن الأحزاب الحاكمة بدأت الآن ترجع إلى نقطة الصفر، نقطة البداية. يعني المتظاهرون خرجوا على واحدة من أهم مطالبهم، أن يكون هناك حكومة غير حزبية، وأن يكون هناك رئيس وزراء غير حزبي ولا منتمي لهذه الأحزاب. وقد حاولت هذه الأحزاب أن تدلس على الجماهير بإيجاد شخصية في ظاهرها أنها ليست حزبية، ولكن في باطنها هي تمثل أجندات هذه الأحزاب. وعندما فشلت بدأت الآن يعني تتغاضى عن تلك المطالب الجماهيرية وترجع إلى نقطة الصفر، وتحاول أن تجد شخصية من داخل هذه الأحزاب. بل إن يعني حزب مسعود برزاني، حزب يعني الديمقراطي الكردستاني، ذكروها بمنتهى الصراحة حينما وجهوا خطابهم إلى الأحزاب الشيعية، وقالوا يجب أن تتحلوا بالشجاعة وترشحوا أحد يعني زعماء أحزابكم. يعني هذا الكلام لا يعني لا يوجد أكثر صراحة منه. هم يريدون فعلا، هذه الأحزاب لا تريد أن تترك السلطة وتحاول أن تتشبث بها بكل قوة. لذلك يعني نحن نعود إلى نفس المشكلة منذ بداية التظاهرات. منذ بداية التظاهرات كذلك وحتى اليوم فشلت حكومتين في استيعاب ثورة تشرين أو إجهاضها أو حتى إدخال وإرجاع المتظاهرين إلى بيوتهم. إلى أين مدى تظن أن الشباب المتظاهر اليوم قادر على مواصلة مواجهة كل ألعاب العملية السياسية حتى لو تم اقتراح أسماء من داخلها؟ أنا يعني أرى أن هذه التظاهرات والتي يعني هي ترتقي الآن إلى ثورة شعبية بكل معنى هذه الكلمة سوف لن تتراجع، وذلك لأن هذه الجماهير لحد الآن لم تحقق شيء من المطالب التي رفعتها. كذلك أنه يعني ما هو البديل؟ ما هو بديل للشعب العراقي إذا ما رجع إلى بيوتهم بدون تحقيق مطالبهم؟ ستكون الحالة أسوأ مما الحالة التي قبل التظاهرات. لذلك يعني أنا أتوقع أن هذه الجماهير سوف تستمر في حراكها وسوف تستمر في ثورتها. لكن ما أريد أنا يعني من المتظاهرين وأرسل رسالتي لهم بأن ينتقلوا من مرحلة الرفض لهذا النظام السياسي ولخططه الخبيثة، كل فترة يأتون بخطة، والانتقال إلى مرحلة هم من يرسمون الخطط وهم من يجبرون هذه الأحزاب على تنفيذها. هذا هو يعني واجب الوقت. يجب أن تكون هناك نخبة سياسية من هؤلاء المتظاهرين، هم من يرسمون الخطط لوطننا وهم من يرسمون
الخطط للنظام السياسي الذي يحظى بقبول الشعب العراقي. المخاض السياسي لتشكيل الحكومة لطالما ترافق بموجات من القمع في مختلف المحافظات المنتفضة، هل تتوقع أن تكون هنالك موجة جديدة من هذا القمع تستهدف المتظاهرين الذين يرفضون في كل شعاراتهم الأسماء المقترحة لتولي الحكومة؟ يعني وما يعني ما هو البديل بالنسبة لهكذا نظام؟ هذا النظام قد يعني عجز عن يعني محاربة الشعب ومحاربة هذه التظاهرات بكل طريقة، بكل وسائل الخداع، لذلك هو لا يجد الآن طريقة سوى العنف. يعني كل فترة يخرج لنا بطريقة لاستهداف المتظاهرين عبر القنص، ثم عبر يعني الغازات والقنابل، الغازات المسيلة للدموع، ثم انتقل إلى مرحلة بنادق الصيد، ولم يدخر وسعا في استعمال العنف ضد هذه الجماهير المنتفضة. لذلك أنا أتوقع أن هذا النظام سوف يستمر في يعني أساليبه العنيفة ضد المتظاهرين، وما أتوقع من المتظاهرين أنهم سوف يستمرون بصمودهم، ذلك لأنه لا خيار للجماهير المنتفضة غير الصمود في حراكهم إلى أن يسقط هذا النظام ويسقط هذه آلة العنف التي يستعملها ضد جماهيرنا. تواصل العنف والقوى المفرطة دفع الممثلة الأممية جينين بلاسهارت للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في العراق والاعتراف بها أخيرا. كيف يمكن تفسير هذا الاعتراف الأممي، وهل يمكن أن يتحرك على إثره المجتمع الدولي لنصرة المتظاهرين السلميين؟ نعم، حقيقة أنا قرأت يعني ما جاء بتقرير الممثلة الأممية بلاسهارت يعني مؤخرا، وحقيقة كان تقرير أكثر جرأة من سابقيه، ويدلل على أن الأمم المتحدة ربما ستعزم على اتخاذ إجراءات بحق النظام. كما تعلمين أختي الكريمة، يعني الأمم المتحدة ما هي إلا واجهة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي فإن خطابها سيكون انعكاسا لمواقف هذه الدول. وإذا ما رأينا خطاب بلاسهارت بهذه القوة وبهذه يعني الوضوح بتوصيف الجرائم التي تحدث في العراق، هذا يدلل على أن الدول الكبرى ربما قد عزمت أمرها على محاولة محاسبة هذا النظام ودعم المتظاهرين، لكن لحد الآن لم نرى شيء على الأرض. ربما يعني في الأيام المقبلة نرى أن هناك دعما دوليا، دعما يعني أمميا لحماية هؤلاء المتظاهرين أو تمكينهم من الوصول إلى مطالبهم بإقامة نظام سياسي يمثل كل العراقيين. هذا ما نرجوه يعني في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الأستاذ نظير الكندوري.